إذن شكر كبير لزميلي تمارا النهار على هذا التقرير عن جمعية أجدادنا من وادي شعيب، وأيضا تحية من القلب لها السيدة النشمية أم عمر اللي هي مثال لكل امرأة أردنية وعربية على الإصرار والتحدي والإنجاز. إذن خلينا نذكر بسؤال وسائل التواصل الاجتماعي، سؤالنا لليوم هو هل ممكن أنه تشتكي عن أي حدث ممكن تشك فيه بالشارع العام؟ هذا هو سؤالنا، تواصلوا معنا تفاعلوا على وسائل السوشيال ميديا الخاصة فينا. وهلأ رح ننتقل إحنا وإياكم لموضوع كتير مهم خاص بالصبايا وأيضا الشباب، موضوع الموضة والأزياء اللي هو من عصور كتير قديمة لا زال موجود لهلأ، وهو موضوع بيشغل بال كل الصبايا ويمكن الأهم كمان. وصار هالموضوع موضوع الموضة والأزياء سريعة بشكل عام، عم بواكب العصر بتسارع كتير كبير. هل موضة الورود والزخارف والرسمات هي موضة هالموسم؟ رح نعرف أكثر مع أكيد مصممة الأزياء إيلونا الجلادي الموجودة معنا بالاستوديو. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا أهلا وسهلا فيك إيلونا، وبرضه لابسة أبيض اليوم. شو قصة الأبيض؟ الأبيض العالمي، أنا ما بعرف شو قصة الأبيض، جزء لأنه الشوب عارفة. وعلى فكرة خبيرة التجميل اللي كانت معنا اللي هي مروة كمان كانت لابسة أبيض، إذا لاحظتينا درجات الحرارة المرتفعة بتعطيكي إيحاء لازم تلبسي أبيض اليوم لحتى تخفي مزبوط. الشوب اللي عم نحسه. مرة تانية أهلا وسهلا فيك إيلونا الجلاد اليوم. أهلا. طبعا أنت صار لك اسمك بعالم تصميم الأزياء، وخلينا نقول الموضة اللي أنت عم بتروحي لها، الألوان اللي عم تستخدميها، فكرة الرسم على الملابس، الزخرفة اللي عم بتدخليها، أعطينا هيك لو فكرة سريعة عن الديزاينات اللي عم تشتغلي عليها إيلونا. اوكي، هلا احنا طبعا بنعرف انه موضه الورد هلا هاي السنه كثير دارجه. نعم. فانا حبيت انه ادخل شيء غير عن الموجود بالسوق. فانا كل شيء عملته، يعني مثلا الورود اللي انا عملتها بايدي، وانا مطرزه عليها كمان اشياء وحاطه عليها اللي هو طبعا انا كل شغلي فيه بدخل فيه حجار وستراس. هذا شيء يعني كل شيء هاند ميد انت عم تشتغلي عليه؟ طبعا طبعا. أوكي. كل قطعه هي مشتغلتها انا بتكون بايدي. حلو حلو. الديزاينات اللي عم تشتغلي عليها من وين بتستوحيها؟ يعني اليوم انا شايفه ديزاين منك انت، يلا منك لايف بدي اشوف بس على كم القميص اللولو حبات اللي انت حطيتي، من وين اليوم انت عم تاخدي هالموضه او هالخطوط؟ يعني في مثلا شخصيه معينه عم تتوجهي لها، ديزاينات معينه عم بتروحي لها، من وين بتستوحيهم؟ لا انا عم بحاول اعمل موضه. يعني انا لحالي انه مثلا خلص انا حسيت انه هاي القطعه بدها لولو بحط عليها لولو، وهي اللي بتمشي، هي اللي تصير موضة، عرفتي؟ لأنه إذا القطعة حلوة الناس بتحبها. صح. فما بتفرق إنه أنت أخذتي، يعني طلعتي على حدا أو شفتي إشي ممكن استوحيتي منه، لا أنا لحالي عم بعمل هذا الشيء. حلو حلو. طيب إحنا عم نشوف العارضة اللي موجودة معنا بالاستوديو، حكيتي عن موضة الورد اللي دارجة هالموسم. وعم نشوف قطعة سبور، يعني قطعة عصرية، جاكيت جينز عم بتدخلي عليه الورد الأبيض بطريقة كتير حبيت على فكرة هاي القطعة، لأنه جينز وإحنا أغلب وقتنا بنلبس جينز و بالضبط. وحتى هاي بتزبط انها تنلبس كاجوال، بتزبط انها تنلبس على شيء مع هيلز. صح. يعني على الطرفين بتزبط، وزي ما انتم شايفين برضه بقول لكم انا الحجار لازم ادخلها، يعني كل اللي بدها عليها. بس شكلها زعلانه. ليه زعلانه هيك بتسمي اضحكي؟ اعطينا عم نحكي من الصبح عن السعاده احنا بالضحكه. طيب عم نشوف الحجار كمان بالاضافه للورد، هذا الورد كله وصناعه يدويه. عم نشوف الستراس مثل ما قلتي موجود. مزبوط. كمان على الجاكيت الجينز، انك تدخلي هاي الشغلات الكلاسيكيه على قطع عصريه، قديش هالشيء بيعطي جماليه للقطعه. بالضبط، ما انا هذا هو كان هدفي، اني انا اغير قطعه كامله. يعني احنا الجينز متعودين عليه ساده. نعم. فانا ايش عملت؟ دخلت عليه هدول الورود والستراس، لانه يعني حسيته صار قطعه ثانيه، فهمتي؟ انه موضه ثانيه، شيء ثاني غير عن الموجود المعروف. إيلونا يعني بصراحه انا هلا بنزل على السوق عم بشوف كله ورد. مزبوط. القمصان عليها تعريقات ورد، الفساتين عليها تعريقات ورد، من وين طلعت قصة الورد؟ وهل هي فعلا بتلبق لكل السيدات يعني من ناحية الكسم؟ طبعا هلا الورد احكي لك شيء موضته ما بتروح. بس هي كيف احكي لك، يا بتطلع فجاه يا بتنزل. بس كانت قبل فتره نقط بالضبط. بس الورد ما بيروح، لانه الورد محبوب من جميع الاعمار،
وكل بنت بتقدر سمرة شقرة كله بيقدر يلبس ورد. فالورد هو إشي أساسي عنا بالموضة إحنا. نعم حلو كتير. طيب بالنسبة للرسم على الملابس، أنت تميزتي بموضوع الرسم على الملابس بالإضافة لوضع الزخارف على القطع القطع الخاصة فيكي. فكرة الرسم على الملابس كيف إجتك هاي الفكرة، وهل هي فعلا مقبولة عند الناس؟ ناس عم بتحبها. أنا شفت كنت مرأة وشفت بنت عم ترسم لوحة. نعم. فخطر لي إنه ليش ما أنا أقدر أرسم هذا الإشي، إنه أنا أحطه على الأواعي لأنه ما حدا عمله. صح. فهي فكرة كتير بسيطة يعني، إجت من ولا إشي، جبت ريشة وجبت لون أسود بديت هيك، وبعدين شوي الوان خاصة طبعاً بالقماش. نعم. الوان خاصة بالقماش مزبوط. نعم. فبديت إنه هي كانت رسمة كتير صغيرة بديتها بقلب. حلو. وبعدين شوي وانت عم ترسمي بيجيكي ما بعرف من وين زي الهام انك انت تكملي. عم اشوف هلا القطعه الثانيه بالضبط، روعه هاي القطعه، شو حلوه هيك فريش. صح. شغل صيف يعني. المخرج حتى بقول بتجنن. طيب نشرح شوي عنها، الالوان اللي دخلتيها على الجينز، رايحه على الجينز هي خرز ما هيك، انا شايفه من عندي خرز، هي خرز او قطع هاي القطعه بدي اياها على فكره لونها هلا بس هي عيوني. خلود شافت اول قطعه قالت لي بدي اياها، قلت لها استني شوي. لا اشرحي لي اكثر عنها، الزخرف اللي استخدمتيه، المواد اللي استخدمتيها. اوكي هلا هذا من انا استوحيت هذا الشيء، كنت عم بحضر فيلم هندي. زخرف هندي. بالضبط، فشفت كيف عندهم كثير الوان وكل شيء وبيدخلوا اشياء ما لها دخل ببعض. فاجتني هاي الفكره وكانت قدامي قطعه الجينز هاي حلوه، فدمجت كل هذا يعني كل الافكار اللي كانت مع عند براسي حطيتها بهاي القطعه. شايفة الصبايا عم بيروحوا لقصه الزخرفه، الالوان محبوبه كتير. محبوبه كثير الطبع كمان، الطبع على الجينز الجينز. وهاي ليه بحبوها؟ لانه الوان ما بتقيدهم بشيء، عرفتي شو ما لبستي بتزبط. مزبوط. صح حلو كثير. طيب الموسم احنا هلا في الموسم الصيفي، ومثل ما شفنا الورد والزخارف والالوان يمكن الفاقعه والزاهيه، وكمان شوي رح ندخل على الموسم الخريفي قربنا، احكي لنا شوي، غششينا شو الموضه الخاصه بموسم الخريف والشتاء 2017. هلا انا بالنسبه لي انا الكولكشن اللي عم بعملها رح تكون الوان الرمادي والالوان اللحمي النود. يعني هدول الالوان اللي انا استخدمتها على كل حدا. بالضبط. واستخدمت اللون الاصفر البارد والبينك البارد، يعني شوي بدنا نهدي من الوان الصيف. نعم. زهقنا الوان الصارخه زي ما بيحكوا. حلو. يعني اذا انت رايحه للالوان اللي فيها هدوء اكثر، الالوان الفاتحه الرائعه. طيب هلا هاي القطعه شوفي شو حلوه على فكره، هي ممكن تلبس كمان بمناسبه يعني مزبوط. خاصه او شيء، صح؟ طبعا. يعني نشرح شوي عنها، من وين برضه استوحيتي الفكره؟ اوكي هلا هدول انا عملتهم كيف بدي احكي لك، فكره على الليجنج بيطلع كثير على الليجنج وعلى جينز مع قميص ابيض وهيلز هيك بتطلع حلوه، بتقدر تحطي لها بلت كمان. حلو. يعني ممكن تلبسيها سبورت شيك وممكن تلبسيها بالليل. مزبوط. يعني وحتى اذا حدا بده يلبسها بالليل ممكن كمان نضيف عليها حجار بتصير رسميه اكثر. يعني ممكن اذا حدا عجبه قطعه من عندك يجي يقول لك ضيفي لي حجار، ضيفي لي ستراس، احطي لي لولو. طبعا 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 طبعا. هلا اذا كانت القطعه بتزبط، في قطع ما بزبط انك تحطي لهم، فما طب اللون. هلا انت شغاله على اي نوع مثلا، خلينا نقول او على اي سيستم؟ يعني مثلا سيستم انه انت بتلبسي اليوم الصبي اللي بتيجي لعندك، انت حسب انت كيف شايفه بيلبق لها الالوان الرسمه اللي بتلبق لها لجسمها كمان، ولا بتسمعي منها وبتاخذي برايها وبتعملي لها التفصيل او التصميم اللي هي بدها اياه؟ لا هلا اعملها التفصيل اللي هي بدها، يمكن ما يلبق لجسمها، يمكن ينصحها ينحفها، عرفتي؟ فانا بعرف اكثر، شايفه اكثر، بنصحها بقولها انه شو رايك مثلا، ما ممكن اخذ تصميم بس شو رايك نضيف من هون نقلل من هون نغير يعني اللون. اكيد طبعا. يعني حلو انه برضه حتى السيده او الصبيه اليوم بدها تروح عند مصممه الازياء مثلا، خلص تعطيها ثقه كامله، لانه بالنهايه اكيد ما راح تطلعها لانه بالنهايه الا بكامل طلتها الحلوه. طيب نحكي بس على انواع الاقمشه اللي دارجه هالموسم، يعني في فترات كان دارج الشيفون اكثر شيء، في فترات كان ايش اللي دارج هالموسم؟ هلا تول تول هلا تول هلا كثير دارج، ورح تشوفيه هلا كمان. حلو. برضه بالكوليكشن. واللولو عم بنشوف دارج، حكينا قبل شوي على الكم تبع القميص. اللولو بينبقى حدا عم بنحط طبعا. على الجينز على البناطيل الجينز. انا شفته عجبني الموضوع. بنحط على بلاطين جينز، على قمصان، على جاكيتات جينز، بيلبق لأي شيء بالضبط، وبحليها. بحليها. لسه ضل في قطعه؟ هذه في قطعه حلوه. هاي شوف قلت لك كل قطعه قطعه بديه عن جد. خلود حددي حلوه دعاء. طيب والله هذه رايحه للتين ايجرز كمان. احنا السيدات والصبايا ضعاف على
على الأزياء. هذا الإشي نقطة ضعفنا بالضبط. هذا هو رسمي بجنن. كتير حلو، شكرا لوجودك معنا اليوم إيلونا جلاد، طبعا مصممة الأزياء، يعني عم تبدعي صراحة، وإن شاء الله يربي أكثر وأكثر كمان تعطينا مزيد من هالألوان الحلوة والرسومات والزخارف. مرة تانية ثانك يو. شكرا.